بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبدا معكم الوحده الثانيه من مقرر البلاغه عرب 132 وهذه الوحده مختصه في الحديث عن علم المعاني ومعلوم ان علم المعاني هو الفرع الثاني من فروع علم البلاغه يقسم علم يقسم علم البلاغه الى علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. ونخصص هذه الوحدة وما يتلوها لعلم المعاني فيما نخصص وحدات أخرى إن شاء الله قادمة لعلمي البيان والبديع. فعلم المعاني في مفهومه العام هو قواعد يعرف بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ويفيدنا كثيرا أن نركز على مفهوم مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الذي بيناه في درس سابق. فالكلام الذي يقال او يكتب يجب ان يكون مطابقا لمقتضى الحال. واعطينا مثالا من قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذق انك انت العزيز الكريم في مقام اهل النار. اذ لا يتطابق صريح الايه مع مقام اهل النار فهم ليسوا باهل عزه ولا كرم ولكن الايه خرجت لغرض اخر وهو التهكم. والسخرية من حالهم. وكذلك يقال في الكلام العام إذا أردت أن تسخر من بخيل أن تقول له أنت كريم. إمعانا في تحقيره وفي تبخيله. وأحيانا من باب الدعاء نقول لأحدهم لا فض فوك إذا قال قولا حسنا أو قولا صادقا. فعبارة لا فض فوك هي تطلق للدعاء بسلامة الفم وسلامة أسنانه. ولكن مقتضاها يعني انه بارك الله فيك ورزقك اللسان الفصيح الصادق. اول من بسط قواعد هذا العلم، علم المعاني هو العلامه عبد القاهر الجرجاني. وفائده هذا العلم هو الوقوف على اسرار البلاغه ومعرفه وجه اعجاز القران الكريم من خلال موضوعات علم المعاني. احيانا هناك إعجاز لغوي يتدخل علم المعاني على النحو الذي سنأتي إلى تفصيله في فك وفهم أسرار هذا الإعجاز، من فوائد علم المعاني أننا نعرف كلام العرب، نعرف به كلام العرب ومقاصدهم واغراضهم اذ كثير ما نسمع كلاما لا يقصد به معناه الظاهر وانما يخرج به الى معناه الباطن فالعرب توجز اذا شكرت في مقام الشكر توجز والعرب تطنب وتطيل في الحديث اذا مدحت ولكل عباره طالت او قصرت معاني واغراض واغراض تخرج يخرج إليها. فالجملة الاسمية وليست الفعلية تأتي في الغالب لإفادة الثبات بمقتضى لإفادة الثبات بمقتضى الغرض أو بمقتضى الموضوع الذي تأتي العبارات لأجله. أما الجملة الفعلية فتأتي لتبيان حركة الموضوع الذي جاءت من اجله او للحديث عن تدفق المعاني الواردة فيه، ولكل مقام مقال كما تقول العرب او لكل مقال مقام، اذ علم المعاني يعمل على فهم المقامات وتفسير الكلام والجمل والعبارات في المقامات الملائمة لها، اذا هذا هو موضوع علم المعاني بصوره عامه وسنبدا في تفصيله وايجازه ونقسمه الى اغراضه وابوابه المعروفه واهمها باب الخبر وباب الانشاء اذ يكون الكلام خبرا وقد يكون انشاء ولكل منها منها خصائص ومقامات ان شاء الله نتعرف عليها قريبا في الدرس الثاني من الوحده الثانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته